اكتشفت اننا امام فريق عنيد، وخاصة بعد مشاركة رعد حارس مرمى فريق الفرح. ولولا ياسين لما تمكنت من احراز الهدف الاول في مرماه. اياك ان تجتهد ثانية. اهدأ، لقد حاولت معالجة اخطائك، انها الطريقة الوحيدة لضمان الفوز على ماجد هذا اليوم. ماذا؟ لن تجدي محاولاتك نفعا، ستضيع من ايدينا فرصة الفوز. الا تعي ما تقول؟ الا تعرف انني الامر الناهي الذي لا يقبل توجيها من احد؟ اجبني، الا تعرف ذلك؟ تكلم. قلت تكلم. نعم أعرف ذلك. إذن عليك أن تكف عن التبجح، وإلا أظن أن الوقت غير مناسب للمهاترات. حتى أنت؟ إياك والتدخل فيما لا يعنيك. لكنني عضو في الفريق ومن حقي إبداء رأيي. أنصحك بعدم التسديد من خارج منطقة الجزاء. حمقى، عليكم أن تقدروا موقفي. أنا أسعى إلى إثبات مهارتي وتفوقي على ماجد كامل. دعك من ماجد والتفت لما هو أهم. قلت لك إياك والتدخل في شؤوني الخاصة. لكن ماجد يسعى إلى إحراز الفوز ولا يكترث لتحديك. كنت وما زلت المثل الأعلى الذي نقتدي به. لقد علمتنا معنى الإصرار عندما ألقيت بآلامك جانبا في المباراة الماضية. حينها قررنا الوقوف إلى جانبك بكل ما أوتينا من قوة، تقديرا منا لموقفك الشجاع ذاك. لكن ما الذي تغير فيك هذا اليوم يا بسام؟ لم أعد ألمح في عينيك ذاك الإصرار على بلوغ الفوز. لماذا ينصب اهتمامك على ما هو أقل بكثير من فرحة الفوز الكبير؟ عليك أن تسعى إلى رفع اسم فريق الفرح عاليا. أرجوك يا بسام، لا تحطم حلمنا، يجب أن نفوز. تفوق على نفسك أولا قبل أن تتفوق على أحد. أنا آسف، يبدو أنني أخطأت هذه المرة. لا عليك، أعدكم بأنني سأدافع عن اسم فريق الفرح متجاوزا ما عقدت العزم عليه. لم يعد ماجد خصمي الوحيد. سأتابع المباراة حتى النهاية مدافعا عن الهدف الذي نسعى إليه جميعا. لن أسدد من خارج منطقة الجزاء ثانية. سأفوز في مباراة اليوم بكل تأكيد، ولن يستطيع وليد إبطال مفعول هجماتي السائقة. سنعوض ما فاتنا وسنثبت لهم أننا الأقوى. استعدوا، نحن أبطال الدوري. لن نرضى بالفوز. لن نرضى بالفوز. وليد أخبرني، هل شفيت قدمك؟ طبعا، ولم أعد أشعر بأي ألم. ماجد، سنفترق بعد نهاية المباراة وقد لا نجتمع ثانية. فعلا قد لا نجتمع، سيرحل ياسين عنا كما سيرحل ماجد أيضا إلى البلاد البعيدة. أمضيت معكم فترة زمنية هي من أجمل أيام حياتي، وقررت اليوم أن أبذل قصارى جهدي لتبقى مباراتنا مع الفرح راسخة في ذاكرة الجميع. ليكن الوداع حافلا بالبهجة والسرور. حاضر. ماجد هيا استعد. أعزائي المشاهدين،
أعلن الحكم بداية الشوط الثاني من المباراة. هيا هيا أسرعوا، سيعرف الجميع الآن مدى قوة فريق الفرح. هيا مجد يسون. لا هذه الهجمة لن يعرض هدفا آخر. ماجد لقد هان موعد اللحظة الحاسمة يا مامون. إنهم يحاولون استغلال أي فرصة، وهذا يعني ضرورة الاستعداد لمواجهتهم جيدا. سيهرزم السام هدف التعادل إذا نجح في الوصول إلى منطقة الجزاء. لن أسمح لهم بالوصول إليها أبدا. يتقدم بسام الآن من منطقة الجزاء الياسمين مصمما على إحراز هدف التعادل، لكن عمر ونبهان يرفضان نحوه في محاولة لإعاقته. لم يسدد مباشرة. لن أضيع هذه الفرصة. ظنان هيا تقدم يا مأمون. إياك أن يتقدم أكثر يا ماهر. أنتبه سيدا. لن أخيب ظنك يا بسام، سأثبت لك أنني ما زلت اللاعب الذي تعتمد عليه دائما. يقترب الكابتن بسام من المرمى بينما يلحق به مأمون الذي يسعى إلى تمرير الكرة إلى بسام. ترى هل سينجح؟ بسام يدخل الآن إلى منطقة جزاء الياسمين ويتقابل مع وليد وجها لوجه. يمرر مأمون إلى بسام. حسناً لن تبلغ مرادك. هل سيحرز بسام هدف التعادل؟ هدف؟ لا تحاول يا وليد. لا! لم يسمح وليد لكرة بسام بتجاوز خط المرمى، وبذلك يبقى الياسمين متقدما بهدف مقابل لا شيء. أحسنت أيها الشجاع، أحسنت. لم يتمكن من إحراز هدف التعادل رغم أنه كان في منطقة الجزاء. إنهم إخوتي الصغار. أمي اطمئني أمه، سأفوز. لا تفقد الأمل يا بسام، لم تنتهي المباراة بعد. نحن بانتظار الهدف الذي سيزرع البسمة على وجوه مشجعيك أيها البطل. وقوفكم إلى جانبي اليوم يزيدني إصرارا على إحراز الفوز في هذه المباراة. هيا انطلقوا إلى أبعد نقطة في الملعب يا أصدقاء. لن أتخلى عن حلمي بمثل هذه السهولة. كن حذرا يا وليد، لن ترهبني نظراتك الحادة، فأنا لست جبانا ولا أعرف معنى الخوف. لا تتعب نفسك. لقد عودني الألم، لكنني لن أشعر أحدا بذلك.
بسام إلى سابق عهده، وهذا يتطلب منا المزيد من الجهد والعمل. ينتشر الآن أعضاء الياسمين في أرجاء الملعب، ترى هل سيتعرض الفرح إلى هجوم مفاجئ؟ لنتابع. ابقوا على حذر، الموقف خطير لا يتحمل التقاعس. سأشن هجمة معاكسة، لن أخطئ الهدف هذه المرة. يتقدم ياسين مسرعا بينما يحاول مدافعو الفرح إعاقته. رائع. أرجوك ياسين، لن تنجح يا ياسين. إصابته شديدة، لن يستطيع متابعة المباراة، يجب أن نستبدله بأقصى سرعة. لا، أنا على ما يرام. متأكد؟ أرجوكما، إنها المباراة الأخيرة، سأبقى إلى جانب أصدقائي حتى النهاية، سأبقى هنا، لن أغادر الملعب. إنه يكابر، قد لا يستطيع متابعة اللعب. فعلا لن يتمكن ياسين من التحرك بسهولة فوق أرض الملعب. لا تفقدوا حماستكم، سنتابع المباراة من دون يأس، فلنهاجم إلى أن يعالج. حاضر. ناصر، انت ستحل مكان ياسين، كن مستعدا. سيتابع فريق الياسمين اللعبة بعشرة لاعبين، ريثما تتم معالجة ياسين الذي أصيب قبل قليل. يبدو أن ناصر سينفذ الآن الركلة الحرة. سأتصدى لها بكل قوة. لن يضيع جهد ياسين سدى، فهو الذي صنع هذه الفرصة الثمينة. لن تسددها. يا لهذه القفزة، إنها شبيهة بقفزة الأخوين شوقي. يقفز رعد أيضا لملاقاة الكرة، ويتمكن رعد من التقاط الكرة. ها قد أنجزت واجبي يا بسام، هيا جاء دورك، أريني مهارتك. انت خيب ظنك يا رعد. لندافع عن مرمانا أيها الأصدقاء، هيا. كابتن، احذروا راكب بسام، هيا تقدموا منه وأوقفوه قبل أن يقترب من المرمى. لن أخفق هذه المرة، أشعر أن المرمى في قبضة يدي، كما أحس بفيض من القوة يسري في جسدي. فلنتعاون مع الكابتن في هذه الهجمة. أخيرا أدركوا أهمية اللعب الجماعي وفوائده. لم أعد أشعر بالوحدة طالما أن زملائي حولي، إنهم يمدونني بالقوة والعزم، سيكون الهدف القادم ثمرة التعاون القائم بيننا جميعا. سنحرز هدف التعادل. حافظ على الكرة. يهاجم فريق الفرح الآن مرمى الياسمين بضراوة. رائع، هذا ما كنت أتمنى حدوثه. يخترق صفوف الدفاع ثم مرر الكرة إلى بسام لنحرز التعادل. وإن يا مدرب العزيز، لن أرضى بالتعادل فقط. بسام 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 بسام. راق
راقبوا ما سيحدث بعد لحظات. لا تسمح له بالتقدم يا أكثر. ساهر خذ، ينطلق الآن ثنائي فريق الفرح بسام ومأمون باتجاه مرمى الياسمين، ومن المتوقع أن يمرر مأمون الكرة إلى بسام. ترى هل سيمررها؟ كابتن خذ، أرأيتم كما توقعت تماما، مررها إليه. انظروا إنه يستعد للتسديد. كابتن جاهز، كابتن جاهز. هل سيتصدى وليد لكرة بسام؟ هيا انهض، ابعد الكرة، ابعدوها. لا لن تصل اليها، توقف مكانك يا بسام. لا لم يتمكن مدافعو الياسمين من الوقوف في وجه بسام، كان كالسيل الهادر. قوة بسام هي سر نجاحه وتفوقه على خصومه دائما. أكيد. بسام هل أنت بخير؟ نعم، إنها البداية فقط، علينا أن نسعى الآن لإحراز هدف الفوز. حسن، كيف تمكن بسام من إحراز هدف التعادل؟ كابتن، ما إنه ليس هناك ما يثير القلق. نحن بانتظار ياسين. أتمنى لك الشفاء العاجل يا بني. أرجو أن لا يصاب ياسين بأي أذى. لن يتحمل أعضاء فريق الياسمين أسلوب لعب فريق الفرح. يستعد أعضاء الياسمين لشن هجمة ضد فريق الفرح. علينا التصدي لهذه الهجمة. نعم. نجحنا. هيا حقق هدف الفوز. هيا هاجم، هيا سدد. يبدو أن ماجد قد أصيب، وهذا يعني أننا سنتعرض إلى بعض المتاعب بعد قليل. سنتابع تقدمي، هناك فرصة كبيرة لإحراز هدف الفوز. لن تتجاوزني يا بسام. ماجد، ما بك؟ ها؟ ماجد، إنه مصاب، الأمر واضح تماما. قبل قليل متجاوزا المدافعين. إياك أن تقترب من منطقة الجزاء. يستعد بسام لدخول منطقة الجزاء. يستعد، يتجاوز الخط. ماذا؟ مأمون، راقبوا هذا الحصار. عليها.
سلامات يا وليد، سلامات. أصبح موقف الياسمين محرجا بعد أن تعرض ثلاثة لاعبين إلى إصابات مختلفة. هل سيتابع الياسمين المباراة من دون ياسين وماجد ووليد؟